معكم لبنى البدراوي من فاس بالضبط من ولاد طيب يوتيوبر صايدة. العالم ديال اليوتيوب دخلت لي تقريبا هادي شي واحد العامين هكاك، مي بحال اللي عاودت من الاول، دونك نحسبو غير عام. كانت شفرات لي القناه وبدلوا لها السميه، بدلوا لها كلشي. القناه خدمت عليها واحد المجهود اللي هو كبير بزاف، غدا من فاس لقنيطره دايره اللايف مع الاخوت، مع انا ما كنسميهمش لي فان، كنسميهم العائله ديالي الثانيه بحكم قريبه منهم بالهضره بالتعامل ديالي باللي كونسي اللي كنكونسي ليهم. غادي نضحكين في اللايف ناشطين، وصلت لاكار ديال فادي القنيطره، القناه كتمشي طارت بشي حاجه اكثر من الحقره. كوكات الام ديالي تهضر كوكات تقول لكم شنو، فعوت الدموع بطهم دم، الاكتئاب، الحماق. وصلت لعند الناس واحد الوقت قالت لي ماما اما تسكتي، بقوت لي بكا اللي كنبكي، كنعيط لصاحب خاي هذا، نعيط لهذا، نعيط لهذا، تنقول لهم راني مود باس ديال الجيميل خليته هنا فاس وما قلتش فين حاطاه. اول حاجه تبدلات كل شيء، كيقول لي الا كان عندك المود باس يمكن نردوها لك، ما عندكش المود باس ما نردوها لكش. كتشوفي راسك رجعها بخفاي حنين، واحد العام وانت كتضربي تماره وتخدمي تطلبي هذا يوريك صوفي هذا، تقتلي تقتلي مع هذا، في التالي يجي واحد الانسان من الاخر ويديها لك. حقره هذه ماشي حقره، شي حاجه اكثر من الحقره. المحتوى ديالي بحكم انايا خدامه في باغا فارماسي ديرماتولوجيك، هذاك هو الدومين اللي كنعطي فيه انايا، شي حاجه كتعلق بالشعر، كتعلق بزياده في الوزن، كتعلق بالبشره، كل ما كيهتم به المراه او الراجل كنعطيه انايا. المحتوى اللي انا كنحط اللي كنحط في القناه ديالي باش المواطن ولا هذاك الانسان اللي كيتفرج يستافد. باش درنا لاباس من اليوتيوب؟ ما كاين حتى حاجه من اليوتيوب. اليوتيوب كان يعطينا اللي كتب الله، ولكن من داوها مشى كلشي، تبخر الحلم اللي كنت انا اصلا ما بديت اليوتيوب ما كنتش ولا ما كنتش عارفه بانه كيخلص. طب دخلت حاجه ديما ملي كتقربي ليها عاد كتعرفي شنو فيها، وما رغم ذلك كنعطي باش يستافد الناس. ملي كتشوفي واحد الانسان كيحط واحد المحتوى ما نقولش نيل ولكن لا يليق بالمشاهد بهذه الكلمه هذه، كتقولي علاش لا انا ملي كنعطي واحد المحتوى اللي يستافدوا منه الناس، اللي هو صحي، اللي هو اللي يعطي واحد اجابه، واحد شي حاجه زوينه للمستفيد، كتلقاي راسك زيرو. توا اليوتيوب في المغرب ما نقولش رادي وما نقولش زيرو، كاين هكا وهكا، ما نقدرش نعمم. حيت تبارك الله كاينين بعض اليوتيوبرز اللي تبارك الله عليهم واصلين بشي حاجه زوينه، كاين بعض اليوتيوبرز كروتينات روتينات اليوميه من لا يهدينا. بالنسبه للروتينات اليوميه ماشي شو هو معها، انا كيوتيوبرز يلا في البدايه ديما كنقولش راني واصله، مي يلا في البدايه ديالي كنت مره كندير روتين في الويكاند بحكم انا الخدمه ما كنكونش في الدار يوميا، كيجي الويكاند كيبقاو عليك متتبعين، عطيني دير شي روتين من عندك، شنو كديري في نهار الويكاند ديالك، شنو هادي. كنت مره كنبغي ندير شي روتين صغيور، سي نورمال دير عليه روتين يومي ولا روتين ديال السيمانه ولا روتين الويكاند. اقسم بالله ما بقيتش كنقدر نديرها، لان اون فوا كيسولك واحد الانسان شنو كدير في حياتك، كتقول له انا يوتيوبر، كيقول له واش كدير الروتينات اليوميه، بحال يولوا كيعايرونا بالروتينات اليوميه. بالنسبه للرساله ديالي لليوتيوبرز ولا الانستغراموز ولا لي فلوغرز، علاش لا ما نديروش دي فيديو كون صغارين نرشدوا فيهم الناس ولا لي فان ديالنا المتتبعين ديالنا، يعطيو واحد الارشادات للمتتبعين ديالك. انت كمؤثر ماشي غير اليوتيوبرز، كيوتيوبرز الممثلين على المغنيين على الجميع اللي عندك شي اي مؤثر عنده لي فان ديالو المتتبعين ديالو، علاش لا ما نديروش دي فيديو صغارين اللي نعطيو فيهم واحد الارشادات للناس. اللي في الاخير بغيت نشكر المتتبعين ديالي اللي هما العائله الثانيه، وبغيت نقول لهم ما تنساوش دخلوا القناه اللي هي لبنى البدراوي، تبارطاجيو، تفرجوا في لي فيديو، ديروا لي لايك وابوني، وصافي هادشي اللي بغيت نقول لكم. وتلموت عليكم، تهلاو في راسكم. قبل ما تخرجوا شاركوا معنا على قناة 8 مارس، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.